النهاردة في عندك على الساحة في ممثلين لسه ما قربوش من الجمهور. آسر ياسين، أنا من ساعة ما حطيناه في الجزيرة وكان منور أنا صعبان عليه، مش صعبان عليه طبعا، ربنا يكرمه، ممثل ناجح ومحبوب وعمل فيلم، كان كذا فيلم يعني، بس أنا حاسس إن آسر لازم يبقى في مكانة تانية. يعني اختياراته شوية، يعني هو دخل شوية في موضوع إنه الحاجات الفنية و رسائل البحر والكلام ده كله، بس انا اسف شايف ان هو خامه كويسه جدا جدا جدا، ونفسي اعمل بيه حاجات كويسه. محمد رمضان ممثل كويس، عشان شئنا ام ابينا، لا ممثل كويس، عنده طاقات فنيه كويسه. في الاول هو يعني خلي بالك برضه، ما هي المشكله، هي هو شايف نفسه ماشي في لون فبيقول لك افضل نكمل فيه، الى ان يكتشف فجاه ان اللون ده مش هو ده اللي ماشي كويس، تمام، فيبقى صعب عليه الرجوع، لان الناس مش عايزه تشوفه غير في ده. يعني بس وانس ان هو اخد ختم اكشن خلاص اوكي، الناس مش متقبله غير اكشن. لكن محمد رمضان طبعا في وقت من الاوقات، يعني انا اقدر افكر في تفكير مختلف، جايز ناجح جايز فاشل، جايز هم زمايل المنتجين منجحين وكويس قوي وهو نجم كبير وكل الكلام ده كله، انا ما عنديش اي مانع. احمد مكي كنت في مشروع ان انا اشتغل معاه 3-4 افلام وموضوع، بس هي المشكله ان انت لازم تكمل معاه، يعني هو لازم عنده سنه يقعد معاك 3-4 افلام وتفكر معاه، وانا كنت بعمل كده مع السقا ونفكر مع بعض هنعمل ايه. ما كانش كتير قوي بيقول لك فلان عرض عليا اكتر، انا هروح لفلان ده، يعني بعد فتره ممكن يعمل الكلام ده. فاحمد مكي عنده امكانيات عاليه جدا، هقدر منها جزء الاختيارات اللي كانت سريعه، وبعدين التدخلات الحاجات دي كلها. يعني از اوف توداي، يعني كانت النهارده غير قبل كده، انت بالك ازاي، لكن كلهم حواليا نجوم وناجحين من غير. يعني ايه اللي خلى اتفاق احمد مكي ما يكملش؟ ايه اللي خلى اتفاق احمد مكي ما يكملش؟ هو كان له وجهه نظر شخصيه ونحترمها، يعني هو في الاخر كان عنده وجهه نظر معينه، انا كنت دايما بحاول ان انا يعني لازم يبقى في كيمياء جامده جدا، وبالتالي هو حاسس انه محتاجني وانا حاسس ان انا محتاجه، فلازم تبقى المساله كده. احتياجه للفلوس ما تخلوش ان هو يروح في اي حته ويعمل اي حاجه، وانا احتياجي ان انا اكسب من وراه المفروض ما يوافقليش. يعني انا النهارده بقول للنجم اللي شغال معايا، بقول له لو انت شفتني حودت عن الخط ويلا بقى نعمل اي فيلم بسرعه والكلام ده كله، ما توافقنيش. والعكس صحيح برضه، انت بقى انا مش هوافقه يعمل اي حاجه لمجرد ان احنا نشتغل ونكسب والكلام ده. فانا بشتغل على سياسه لونج تيرم. هو معظم الناس ممكن تكون بتشتغل على سياسه الواقع، النهارده السوق بيقول ايه، ادي لهم ده، طب بكره نبقى نشوف بكره، يمكن هم انجح مني، عشان كده انا مقل في الاعمال هم شغالين. بس هو كل واحد ده مدرسته، وده لولا اختلاف الاذواق اللي بارت السنه زي ما قلنا، واختلاف وجهه النظر واختلاف الحاجات. فالنهارده ما ينفعش تجيلي وانت بتدور على هويه معينه وبعدين فجاه تقوم رايح حته ثانيه، فهتفقدها.